اوه شوفوا الفخامه سوتها شاومي، ونزلت الشاومي باد 6. هذا نفس التابلت اللي موجود عند ليلي يا جماعه، كل شيء تباه موجود فيه. شوفوا المواصفات، سرعه الشاشه 144، يعني الناس اللي يلعبون جيمنج راح يستمتعون. سناب دراجون معالج قوي جدا 870، اربع سبيكرات تعطيك جو خيالي في الافلام وبعد للجيمنج. بطاريه عملاقه 8840 ملي امبير، يعني يوم كامل وانت مرتاح حق الافلام والجيمنج. سرعه شحن سريعه جدا، شوفوا كيف سلم، يا سلام شيء خيالي. وبعد بصمه الوجه موجوده، قل لي تصميم راقي جدا، وسبيكر عالي ووضوح، يعني تقدر تستخدمه للافلام والمسلسلات. لا وزيد قراءه الكتب، يا يعني سلام. فوق هذا شاومي شو تبغى تقدم؟ الله الله الله. 13 ميجا بكسل يا سلام، و8 رام على المواصفات. كمل كمل كمل، عرويهم بالكاميرا، شغل مشغل الكاميرا. كمل عمل صراحه، انا اشوفك وايد تتكلم عن شاومي شاومي شاومي، بس الحين صراحه اثبتت جدارتها مع التابلت هذا. روهم شوف الكاميرا، انا رويهم الكاميرا الحين، انا مستمتع بالكاميرا، كنت مشغل الكاميرا. شوف عندك طبعا تاخذ اشتراك حمد ستور اوكي، او ليلي انت تختار. اشتراك ليلي حق الاطفال، عندك المسلسلات القديمه التعليميه، برنامج تربوي كامل للاطفال تعطيهم وانت مرتاح. عندك اشتراك حمد ستور، افلام مسلسلات وقنوات، وعيش. شوف 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 شوف, شوف المسلسلات ايش كثرها. عندي مسلسل سريع, سريع جدا يا هلا. شوف سرعه الشاشه كيف سلسه، شيء جبار. خلص الكلام.